كل جمعة نقفل محلاتنا وبضاعتنا تترمي في الشارع، مش لاقيين حد يقف معانا. انا ساكن في حتة اسمها الكنيسة، فبضطر انزل عند التلاتين وباجي من التلاتين ماشي لحد هنا بسبب موضوع مظاهرات. يعني شوف حضرتك، وانا لما بغسل كلى وما بقدرش امشي، فبضطر ان انا بمشي عشان اروح الجلسة بتاعتي ساعات، او بروح لمؤاخذة شغلي. كل يوم جمعة زي ما انت شايفة ديكي، لا عارفين نشتغل ولا عارفين ناكل عيش، ومعانا عيال ومعانا مسؤوليات ومعانا حاجات كتير. المنطقة الطلبية عشان فيها اكتر كثافة اخوان فيها، اللي هي الطلبية ترسى جوه زي كده كل جمعة بالوضع ده والشكل ده. كل يوم جمعة حضرتك بيجوا يتظاهروا ويلموا ناس يفضلوا يضربوا على الشرطة. المرة اللي فاتت كانوا عايزين يدخلوا الاسم بتاع الطلبية هنا، نازلين النهاردة عشان نساند الشرطة في اللي هي بتعمله، ونقول نعمل قانون التظاهر. في شباب وشيوخ وأطفال كلهم من ده. أنا من هنا، أنا هنا في الشارع ده اللي كل جمعة يضرب فيه 30-40 طلقة غاز طبيعي، اللي هو الغاز المسمم ده. بلد سلحلة والهم ده كله ينجح. انا مش عارف الطلبيه ليه بالذات، يعني ولا طلب، هي الطلبيه بس اللي فيها مشاكل. تبقى المعارض خربانه والدنيا خربانه، مش عارفين نعمل ايه. كل جمعه على كده نفس النظام، وقفلنا المعارض، قفلنا كل حاجه، وادينا واقفين في الشارع ولا عارفين ناكل ولا عارفين نشرب.